صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي، وبالشراكة مع مستشفى الزهرة ليكون نافذة مفتوحة على مؤسسات المجتمع وأفراده، وساحة تفاعل ما بين جمهور المتعاملين مع طموحات الهيئة وتطلعاتها. نطرح في هذا البرنامج مختلف الموضوعات الطبية التي تشغل بال الجميع، فأهلا وسهلا بكم، وهذه أطيب تحيات مخرج البرنامج الأستاذ أيمن سرحيل وفريق الإعداد من قسم الإعلام بهيئة الصحة بدبي، وتحياتي محدثكم محمود يوسف، ومن التنسيق أيضا الأخت سارة يوسف. عموما مثل ما عودناكم دائما في بداية كل حلقة نأخذكم في جولة لأحد أو مجموعة من الأخبار الصحية المميزة والتي حقيقة يعني تطالعنا بها اليوم صحيفة البيان من خلال ملحق البيان الصحي الصادر أو الذي يصدر كل يوم أحد بتعاون وثيق بين هيئة الصحة بدبي وصحيفة البيان. اليوم من الأخبار التي نختارها من هذا الملحق أجهزة روبوتية لصرف الأدوية في دبي. التفاصيل تشير إلى أن هيئة الصحة بدبي ستبدأ في غضون الأشهر القليلة القادمة تطبيق أنظمة الصرف الآلي للأدوية في أقسام المرضى الخارجيين والداخليين، وأتمتت خدمات الرعاية الصيدلانية، حيث سيتم تطبيق أجهزة آلية إلكترونية روبوتية لتحضير الأدوية وصرفها للمرضى، والتي تأتي ضمن خطة متكاملة لأتمتت جميع أوجه الإدارة الصيدلانية في الهيئة بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال من جهة، ومن جهة أخرى لتعزيز فعالية عمليات الإدارة الدوائية والإنتاجية وضمان سلامة وأمان المرضى. هنالك ثلاث معايير رئيسية في مقدمتها: سلامة وأمان المرضى إلى جانب الفعالية السريرية وفعالية الكلفة، فضلا عن مجموعة أخرى من المعايير تضم تصنيف الأدوية إلى أدوية ضرورية وأدوية ليس لها بدائل متوفرة، وتأثير الدواء على المحصلات العلاجية للمرضى ومقارنتها بالأدوية المتوفرة والاعتمادات العالمية والموازنة المعتمدة للأدوية بالهيئة والسياسات والإجراءات المعتمدة مقارنة بالمقاييس العالمية. أيضا في حوار مع الدكتور أحمد بن كلبان المدير التنفيذي لقطاع خدمات المستشفيات في هيئة الصحة بدبي، تصريحات يقول فيها 27.5% من مراجعي المستشفيات لا يلتزمون بالمواعيد. كشف الدكتور أحمد بن كلبان أن 27.5% من مراجعي المستشفيات لا يلتزمون بالمواعيد المقررة، وهذا ما يتسبب في هدر الطواقم الطبية ويؤثر بشكل سلبي على مواعيد مرضى آخرين. وقال في حوار مع البيان الصحي إن الهيئة تعمل على تحسين نظام المواعيد وتطويره أولا بأول، بحيث يكون هنالك تصنيف للحالات تعطى الأولوية للحالات الطارئة والعاجلة ثم الحالات الأقل، فيما دعا المراجعين لتحديث بياناتهم الشخصية وخاصة وسائل الاتصال. هني أنا بعد أبغي أتطرق لموضوع ثاني بعد كذلك يا مستمعين. أيضا المراجعين المراكز الصحية، يعني نتمنى منكم احضار البطاقة الصحية معاكم او الهوية، اذا بتزورون اي مركز صحي ما بتتلقون الخدمات من غير ما تبرزون هذه البطاقة، فهذا شيء ضروري. يمكن في السابق كانوا الجماعة يعني تعاطفا معاكم يمشونكم، لكن الان الموضوع متطلب رئيسي انكم انتم تحضرون بطاقات تثبت هويتكم. في خبر يقول
خبر جديد عن أمراض السرطان يقول السكر لتشخيص السرطان. التفاصيل تؤكد أنه خلال السنوات القليلة المقبلة سيتمكن الأطباء من تشخيص الإصابة بالسرطان باتباع طريقة جديدة. ومن المعلوم أن الطبيب يحتاج لتشخيص الإصابة بالمرض إلى تصوير بالرنين المغناطيسي بكاشف معدني، ولكن الأطباء ينوون استخدام السكر كعامل كيميائي في عملية التشخيص، حيث أنه لا يشكل أي خطورة على حياة أغلب المرضى. فقد أثبتت نتائج الدراسة التي أجراها علماء جامعتي لوند السويدية وجون هوبكنز الأمريكية أن الأورام السرطانية تتغذى على السكر، فكلما كانت سرعة هضمه أكبر كلما كان الورم أكثر خطراً. هذه النتائج ونتائج دراسة الأورام السرطانية وخبرة التشخيص ستسمح بابتكار طريقة جديدة في تشخيص الأورام الخبيثة، وهذا ما يعمل عليه العلماء في الوقت الحاضر. ملحق البيان مليء بالعناوين والأخبار المهمة والمفيدة، ندعوكم مستمعين الأعزاء للاطلاع على الملحق المصاحب لعدد البيان الصادر اليوم. بتستفيدون وايد من الأخبار اللي موجودة في هذا الملحق. أيضا اللي حاب يطلع على الملحق إلكترونيا ممكن أن يزور البيان.ae ويقدر يطلع على الأخبار اللي موجودة في هذا الملحق. اليوم عندنا موضوع وايد شيق، موضوع مهم نعيد ونزيد فيه، لأن موضوع حقيقة يعني فيه إنقاذ أرواح، في أمور كثيرة ممكن نحن نتفاداها في حياتنا. ما نتكلم عن أمراض الجلطة الدماغية، هي تشكل أولوية عند هيئة الصحة بدبي، وبالتالي نحن نسلط الضوء عليها من فترة لفترة. ففاصل وما نرجع معاكم للحديث عن هذه الأمراض، وما نتحدث كذلك عن بعض المشاريع المستقبلية في هذا المجال وعن الإنجازات اللي تحققت. فاللي حاب يتواصل معانا ممكن أن يتصل على رقم 600551414 أو عن طريق الرسائل النصية على الرقم 4006. هذا موضوعنا الرئيسي. أيضا إذا عندكم ملاحظات، عندكم اقتراحات، ما منقول شكاوى يعني، بس إذا كانت هنالك بعض الملاحظات على أداء بعض المستشفيات أو المراكز الصحية اللي موجودة عندنا، أيضا الباب مفتوح لكم مستمعين، لأن هذا البرنامج منكم وإليكم. فاصل وما نرجع لكم، لا تروحون بعيد. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم صحة وسعادة، والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعة نور دبي. مستمعين اللي حاب يتواصل معنا على الأرقام اللي تعرفون اللي هي 600551414 أو عبر الرسائل النصية على الرقم 4006. تعد الجلطة الدماغية من الأمراض الأكثر خطورة على الإنسان، ليس فقط لارتباطها بعوامل الموت المفاجئ أو الصامت، لكن لأثارها السلبية الواسعة التي قد تترك إعاقات معينة لدى المصاب بها. وهذا لا يعني ضعف معدلات النجاة من هذا المرض، خاصة مع الطفرة الكبيرة اللي شهدتها ساحة الطب، ومع انتباه العالم لمثل هذه الأمراض الخطيرة، وأيضا مع تقدم العلاج. حول هذا الموضوع واهتمام هيئة الصحة بدبي بمواجهة هذا النوع من الأمراض وغيره، يسرنا أن نستضيف معنا في الاستوديو الدكتور سهيل الركن، استشاري أمراض المخ والأعصاب في مستشفى راشد. حياك الله معنا الدكتور، وخلنا في البداية نتوقف معاك عند خبر سبق وأن عرضناه على سادة المستمعين، وهو يشير إلى أن علماء من جامعة نيويورك اكتشفوا أن النوم أكثر من 8 ساعات في الليل يزيد من احتمال الإصابة بالجلطة الدماغية بنسبة مرعبة تصل إلى 146%، كما أن النوم ليلا أقل من 7 ساعات يسبب اضطرابات في الدورة الدموية للدماغ بنسبة 22%. هذا الخبر
عرضناه وأيضا كان منشور من خلال البيان الصحي، شو تعليقك عليه؟ جميل، بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء دائما استانس يوم أطلع مع أخونا محمود على الهواء، حقيقة ما أزيد على محمود من المذيعين المتميزين الشباب الكفاءة التي لديهم من الإمكانيات والمحصلة اللغوية كبيرة اللي ممكن أن تسعف في جميع المجالات. جزاك الله خير. بالنسبة للدراسة اللي ذكرتها أستاذ محمود، هذه الدراسة نشرت قريبا جدا بداية عام 2016 من قبل الجمعية الأمريكية للجلطة الدماغية American Stroke Association. الدراسة قامت بها جامعة نيويورك للطب، وكانت الدراسة مدتها من سنة 2004 إلى 2013، حوالي 10 سنوات كاملة. كانت الدراسة شملت 290 ألف شخص، ما شاء الله، حوالي 300 ألف شخص على مدار 10 سنوات. درسوا تاريخ المرضي لهؤلاء الناس، نمط الحياة، العمر، العرق وأشياء ثانية أيضا. كان هدف الدراسة أن تنظر إلى أسباب حدوث الجلطة الدماغية عند الناس الطبيعيين. من الأشياء الجميلة اللي حصلوها في هاي الدراسة بهذا العدد الكبير 300 ألف شخص على 10 سنوات، أن الناس اللي ينامون بين 7 إلى 8 ساعات يوميا تقل لديهم احتمالية الإصابة بالجلطة الدماغية بين 3 إلى 4 مرات مقارنة بغيرهم من اللي ينامون أكثر أو أقل. ف7 إلى 8 ساعات حصلوا أيضا أن هؤلاء الناس اللي ينامون من 8 إلى 7 ساعات يمارسون المشي 30 دقيقة إلى 60 دقيقة 3 مرات في الأسبوع. مشي سريع خفيف 3 مرات في الأسبوع 30 دقيقة، ونوم متوسط معتدل، بما يعني نمط حياة جيد. حصلوا أن 3 إلى 4 مرات يقل عدد الإصابة بالجلطة الدماغية. الشيء الجميل في الشيء المهم في الدراسة هذه على هذا العدد الكبير، حصلوا أن الناس اللي ينامون أكثر من 8 ساعات يوميا تزيد لديهم الإصابة، احتمالية الإصابة بالجلطة الدماغية بمعدل 146%، إن شاء الله، مقارنة من الناس اللي ينامون 7 إلى 8 ساعات. وحصلوا أن الناس اللي ينامون أقل من 7 ساعات يوميا يزيد لديهم الإصابة بالجلطة الدماغية بحوالي 22%. فزيادة النوم، الإفراط في النوم أو التقليل في النوم عاملان مسببان هذه الأشياء. شيء جديد حقيقة، يعني في الكتب السابقة والأبحاث ما أثبت هذا الأمر، وإنما بهذه الدراسة الكبيرة أثبتت أن الإفراط في النوم أو تقليل ساعات النوم تزيد من احتمالية الإصابة بالجلطة الدماغية. ودكتور لو سألتوني أنا، يعني أنا بقول لك هاي من واقع تجربة شخصية إذا الوقت اللي أنا مارس فيه الرياضة بأمانة نومي يكون مرتب، أقدر أنام ما بين، ما بقول 8 ساعات، لكن ما بين 6 ساعات إلى 7 ساعات أنا أكون نايم ومرتاح. جميل جميل. وهذا اللي أثبتت الدراسة بشكل ما قلت. أنا قلت الناس اللي يمارسون رياضة بشكل منتظم نومهم يكون منتظم، صحيح، حياتهم تكون أفضل، إنتاجيتهم تكون أفضل، صحيح. فهذه كلها الأمور مرتبطة بطبيعة نشاط الإنسان الحيوية. نعم، ممتاز. زي دكتور خلنا نتكلم يعني عن المسببات المباشرة وغير المباشرة للسكتة أو الجلطة الدماغية. سؤال جدا مهم، ويسألون كثير من الناس دكتور فلاني يتجلطه، ولد صغير بعد عمره 35 سنة 40 سنة، ريال أو بنت كذا. هذا ولد صغير، هذا بالنسبة لي أنا نعم يعتبر هذا شباب لا يزال. حقيقة في مسببات ممكن منعها وفي مسببات لا يمكن منعها. المسببات التي لا يمكن منعها مثل العمر، كل ما زاد الإنسان عمره احتمالية إصابته بالجلطة الدماغية والقلبية تزيد مع العمر. رقم 2، حصلوا أن الذكر أو الرجل أكثر عرضة لإصابة بالجلطة الدماغية من الأنثى بسبب تركيبه الهرموني وكذا. يعني ما يخص الحرمة في الموضوع، الأقل إصابتهم. لا يعني مو بالحرمة هي اللي تسبب الجلطة. المسبب الثاني الذي لا يمكن الوقاية منه التاريخ العائلي. حصلنا أن في عوائل فيهم السكري والضغط أكثر، فهاي العوائل تكون احتمالية الإصابة بالجلطة الدماغية أكثر من عوائل ثانية. الشيء المهم اللي أبا أذكره اليوم وياك أستاذ محمود، العوامل التي يمكن الوقاية منها. بس هني دكتور فضل. يعني أنا شد انتباهي أن ممكن تكون الجلطات وراثية. صحيح، نعم، في أمراض وراثية
ممكن تسبب جلطة دماغية. أوكي. في أمراض تكون مسببة للجلطة الدماغية. نعم. في عوائل السكري فيها أبوه وأمه وأخوان فيهم سكري، في عوائل فيهم السمنة معروفة. صحيح. في عوائل فيهم الجلط الضغط معروف، في عوائل السكتة الدماغية معروفة فيهم. طيب هني يعني الواحد لما يعرف أن تاريخ العائلة في مثل هذه الـ 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 المشكلة، المشكلة المفروض أن يراجع باستمرار. صحيح، كلامك سليم 100%. طيب نكمل بالنسبة للعوامل التي يمكن الوقاية منها. هذه الأشياء ما أقدر أن أتقي منها، ولكن العوامل التي يمكن الوقاية منها 5 أشياء رئيسية. رقم 1 ارتفاع ضغط الدم. حصلنا في دراسات قمنا بها في مستشفى راشد وعلى مستوى الدولة أن نسبة المصابين بالجلطة الدماغية تكون لديهم نسبة ارتفاع الضغط حوالي 60%. 60% من المصابين بالجلطة الدماغية لديهم تاريخ بارتفاع ضغط الدم. مرض السكري يجب السيطرة عليه. دائما ننصح المريض أنه يعمل تحليل السكري وهو صايم، أو يعمل الهيموغلوبين A1C اللي هو التراكمي أيضا، ومتوفر هذا في جميع المرافق الصحية التابعة لهيئة الصحة دبي. من الأمور التي ترفع احتمالية الإصابة بالجلطة الدماغية رقم 3 اللي هو التدخين. حصلوا في دراسات كثيرة جدا أن تصلب الشرايين التي في الرقبة وفي الدماغ وفي القلب بسبب عامل التدخين. قريبا من يومين دخل عندنا مريض جلطة دماغية كان متكلسة عنده شرايين الرقبة. قلت له تدخن؟ قال لا دكتور، من 10 سنوات أنا وقفت التدخين، بس كنت مدخن شره سابقا. من 10 سنوات موقف؟ إيه، عمره 65 سنة. أوكي. ولكن كان مدخن شره، فهذه من العوامل التي تتراكم مع الوقت، فننصح الناس بالتوقيف عن التدخين. من العامل الرابع أستاذ محمود اللي هو السمنة. السمنة، عدم ممارسة الرياضة، زيادة الوزن تؤدي إلى ارتفاع احتمال إصابة بالجلطة الدماغية من 4 إلى 5 مرات. العامل الأخير اللي ممكن التعامل معاه اللي هي أمراض القلب ورجفان الأذين الأيمن اللي في كبار العمر تكون موجودة، فننصح حقيقة كبار العمر الذي يوصلون عمرهم 55 سنة إلى 60 سنة أن كل سنة على الأقل مرة واحدة يعمل تخطيط للقلب، وأن دكتور الأسرة يفحص ويشيك إذا نبضات قلبه طبيعية أو سليمة. طيب دكتور، هيئة الصحة في دبي المقدمة أنا قلت أنها تولي مرض السكتة الدماغية يعني اهتمام كبير. هني أبغى أتكلم عن بعض الأمور اللي فعلتها يمكن هيئة الصحة في مجال الوقاية والعلاج، وبالتحديد أبغى أتكلم عن المظلة الطبية لعلاج الجلطة الدماغية. أبغى أتكلم عن هذه المبادرة كذلك. جميل جميل. هيئة صحة دبي خلال السنوات الماضية ركزت تركيز كبير حقيقة على الاهتمام بالعوامل المؤدية للجلطة الدماغية اللي ذكرناها الخمسة، وكيفية تقليل هذه المسببات، وكيفية حماية المجتمع، لأن دور الهيئة هي حماية المجتمع. صحيح. من الأمراض التي تؤدي إلى إعاقة ومشاكل صحية. من الأشياء التي قامت بها الهيئة اللي هي مظلة الجلطة الدماغية على مستوى دبي، حيث تم التعاون مع 3 جهات، هيئة صحة دبي والمستشفيات التابعة لها، رقم 2 إسعاف دبي ولهم كل الشكر، والقطاع الخاص في حكومة في إمارة دبي، حيث يتم التعامل في نقل مريض الجلطة الدماغية مباشرة إلى أقرب مستشفى أو مركز صحي يمكن أن يتعامل تعامل سريع في إنقاذ حياة الإنسان من الجلطة الدماغية، حيث أننا نعلم أن الجلطة الدماغية تقتل في الثانية الوحدة من أنسجة الدماغ حوالي 2 مليون خلية دماغية. 60 ثانية 2 مليون خلية دماغية تضيع. كل ما وصل المريض إلى المستشفى الصحيح بأقرب وقت ممكن، ممكن حماية هذا المريض وتقليل الإعاقة منه. أعطيك على سبيل المثال مريضة يمكن الآن تسمعني جدا فرحان لها، عمرها 34 سنة، أم لطفل، مواطنة، تغدد مع زوجها، بعد الغداء قامت بصلي الظهر 1:30، قال زوجها دخلت عليها الغرفة 2:00، حصلت طايحة على الأرض، فلانة لا تحرك إيدها اليمين ولا ريلها ولا وجهها وما تستطيع أن تتكلم. الشيء الصحيح اللي سواه هذا الزوج أنه اتصل طوالي بإسعاف دبي.
ما شلها وخلاها في الفراش وياب له ماي أو كمادات، أو قال ياسة تمثل، أو قال هي زعلانة، أو قال خلى ترقد خلى ترتاح، أو قال بجيب له واحد يقرأ عليها. لا 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 لا، وهذا الشيء المفاجئ في الجلطة الدماغية أستاذ محمود، إن الساعة 1:30 تتغدى وياه، قامت تصلي، دخل عليها الساعة 2 حصلها على الأرض طايحة، ما تحرك الشق اليمين ولا تتكلم ولا تفهم. اتصل بإسعاف دبي، إسعاف دبي لهم كل الشكر، قاموا بالتعامل الصحيح مع هذه المريضة ونقلها نقل مباشر إلى المستشفى الصحيح اللي كان في ذلك الوقت مستشفى راشد. تم التعامل من قبل أطباء الطوارئ وأطباء الأعصاب والجلطة الدماغية. خرجت هذه المريضة بعد 7 أيام من مستشفى راشد تمشي على رجلها، تتكلم، تستخدم يدها، لديها ثقل بسيط في الوجه، الجهة اليمين من وجهها، وخفيف في إيدها اليمين. تم إنقاذ حياة المريضة هذه، 34 سنة. هذا الوصف اللي وصفته ممكن يحدث لأي إنسان. مرة ثانية بالنسبة للمظلة الجلطة الدماغية، شكل ما قلت هي بين 3 منظومات صحية تقوم بتقديم خدمة على مستوى إمارة دبي. حاليا متوفر في إمارة دبي 16 سرير للجلطة الدماغية، موزعة على مستشفيين رئيسيين في الإمارة، يقومون بتقديم هذه الخدمة 24 ساعة 7 أيام 365 يوم في السنة، اللي هو مستشفى راشد ومستشفى في القطاع الخاص السعودي الألماني. ممتاز. طيب دكتور، أنا المعلومات كثيرة عندي وأبغى أتكلم على بعض النقاط بعد ما أرجع من الفاصل، وأيضا بفتح المجال كذلك لأسئلة المستمعين في هذا المجال، فاسمح لي بأخذ فاصل قصير وما نرجع للسادة المستمعين، لا تروحون بعيد. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة، حلقة بداية الأسبوع من برنامج صحة وسعادة، والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعة نور دبي. مستمعينا، قبل الفاصل كنا نتحدث عن الجلطة الدماغية وأولويتها عند هيئة الصحة بدبي، ومستضيفين معانا ومستمر حقيقة معانا الدكتور سهيل الركن، استشاري أمراض المخ والأعصاب في مستشفى راشد. دكتور، نحن كنا تحدثنا عن المظلة الطبية لعلاج الجلطة الدماغية، وتحدثنا عن التعاون الجميل ما بين هيئة الصحة وما بين إسعاف دبي وأيضا القطاع الخاص في هذا المجال. أبغى أتطرق الحين لموضوع آخر، هي مبادرة جميلة جدا اسمها مبادرة الشرق الأوسط للجلطة الدماغية. ياليت تعطينا يعني المزيد من المعلومات حول هذا الموضوع. جميل. بغيت أتقدم أولا بالشكر إلى معالي حميد القطامي، حقيقة المدير عام لهيئة الصحة دبي ورئيس مجلس إدارتها أيضا، لدعمه هذه الفكرة ودعم الشباب المواطن في هذا المجال. تميزت إمارة دبي وهيئة الصحة دبي في مجال الجلطة الدماغية، فكانت الفكرة أن لماذا لا تعمم هذا، يعمم هذا النجاح على مستوى دبي، الإمارات، دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط. فكانت الفكرة هذه اللي هي مبادرة الشرق الأوسط للجلطة الدماغية، لها هدفين المبادرة. رقم واحد، محاربة أعراض الجلطة الدماغية اللي ذكرتم الخمسة المسببة للجلطة الدماغية، توعية المجتمعية بالجلطة الدماغية، ورقم 3 اللي هي المساعدة في إنشاء مراكز الجلطة الدماغية على مستوى الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط. لي الفخر حقيقة أن أقول أنا رئيس هذه المبادرة أولا، أن حاليا لدينا 41 منشأة صحية على مستوى منطقة الشرق الأوسط. 41 منشأة صحية، منشأة صحية يعني مستشفى بحجم كبير، يعني مستشفى راشد، مستشفى دبي بهذا الحجم. نعمل معاهم لمساعدتهم في تدريب الكوادر الطبية،
لوضع المعايير والبروتوكولات في المستشفيات للتعامل مع الجلطة الدماغية. نهاية السنة الماضية تم اعتماد مستشفى العين في مدينة العين كمركز للجلطة الدماغية، يعتبر ثاني مركز على مستوى الدولة يعتمد بعد مستشفى راشد، وهذا المركز كان بالتعاون مع المبادرة. حاليا على مستوى دولة الإمارات تتعامل مبادرة تحت مظلة هيئة صحة دبي مع 5 مستشفيات ثانية في أبوظبي، في الشارقة، في دبي، لإنشاء نفس المنظومة الصحية. ما يمنع نذكرهم دكتور إذا تحضر. جميل، هم متعاونين ويقومون بهذا الأمر ولهم كل الشكر. في دول مجلس التعاون، دول مجلس التعاون كلها لديها تعاون معانا كأشخاص وكمستشفيات لإنشاء مراكز للوحدة للجلطة الدماغية ووحدات. الأسبوع الماضي كان في 3 من المؤتمرات التي قيمت في هذا المجال في مدينة جدة، في المدينة المنورة، وواحد كان في قطر، كلها في نفس المجال الجلطة الدماغية والتوعية لها. أيضا في مصر لدينا 5 مراكز نتعاون معها لإنشاء مراكز الجلطة الدماغية، 3 في لبنان، والأمر ماشي. أعيد كل الشكر لهيئة صحة دبي لدعم مثل هذه المبادرات. على طار المؤتمرات دكتور، شهر 4 عندكم أكاديمية الجلطة الدماغية. هذه الأكاديمية هي عبارة عن مؤتمر سيقام على مدى 2 يوم. خلنا ناخذ تفاصيل مبكرة عن الموضوع هذا، وإن شاء الله كذلك في حزتها من سلط الضوء بشكل أكبر عليه. ما شاء الله عليك مرتب أستاذ محمود. اليوم الأكاديمية هذه كانت مشروع العام الماضي. الأكاديمية هذه كانت مشروع العام الماضي قمنا به، كانت استقطاب 200 طبيب أعصاب وأمراض القلب على مستوى منطقة الشرق الأوسط، جنوب أفريقيا وتركيا، يعني الوطن العربي كامل زايد تركيا زايد جنوب أفريقيا. العام الماضي كانت في اسطنبول، كانوا شخصين القائمين على هذه الأكاديمية. الأول هو الدكتور علوي الشيخ، نقدم له كل التحية، أحد الكوادر المواطنة في مجال أمراض القلب، وشخص ثاني من قسم الأعصاب محدثك. فكانت هذه العام الماضي. السنة قررنا أن تكون في دبي، بتكون إن شاء الله في شهر 4. بيتم استقطاب 200 طبيب وطبيبة على مستوى الوطن العربي وجنوب أفريقيا وتركيا لتدارس أحدث أساليب التعامل مع الجلطة الدماغية وكيفية الوقاية منها والتعامل معها. هذا دعم بدعم من شركة بورينجرز إنجلهايم المتخصصة الألمانية في هذا المجال، فلهم كل الشكر أيضا. طيب دكتور، برجع أتحدث الحين عن الجلطات الدماغية أو السكتة الدماغية على حسب المصطلح اللي تحب أنت. يقولون الجلطة الدماغية اهزمها بقوة الإرادة، كيف ذلك؟ 80% من الناس الذين أصابوا بالجلطة الدماغية كان ممكن أنهم يمنعون هذه الجلطة وحدوثها، وذلك بمقاومة 5 مشاكل اللي قلناها والمسببات. حبيبي أستاذ محمود، رقم 1 ممارسة الرياضة، 30 دقيقة مشي سريع أن تحس أن قلبك ينبض، 3 أيام في الأسبوع 20 درجة. طيب اللي يمارس الرياضة دكتور، هل معناته أنه غير معرض للسكتة الدماغية؟ لا، تقلل أعراضه بني حين، انزين؟ تقلل الاحتمالية. فقط ممارسة الرياضة من غير ما تأخذ أدوية، 30 دقيقة مشي سريع أو 45 دقيقة، هاي دراسات خلاص استوت مثل البرهان العلمي. 30 إلى 45 دقيقة مشي سريع، ممكن تمشي في البيت الحرمة، ممكن تمشي في الحديقة، مدينة دبي مليانة ما شاء الله بالحدائق الفرجان، أو في مول من المولات، ولكن يكون مول يكون مشي سريع. تقلل ضغطك ب20 درجة، تقلل احتماليتك بالسكري أو تسيطر على السكري لديك، تقلل من الدهون، تقلل من السمنة. هني دكتور أنا أبغي أتكلم على 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 بعض العادات اللي موجودة عند يعني كبار السن عندنا بشكل عام. موضوع إن يومي تعالي أمشي لك شوية، ما تقول لي أنا والله تعبانة ما أروم أمشي، ريلي تعورني، فهي ما تمارس الرياضة. طيب أنت كيف تقدر تقنعها؟
أن تمارس الرياضة. الرياضة شيء مهم، ولكن في الأشياء الثانية اللي ذكرناها، إذا الوالدة هذه مصابة بالسكري، أمي لو سمحتي تنظيم السكري، أخذ الأدوية، أخذ الإنسولين، عدم الإسراف في أكل الأشياء اللي ترفع السكري هذا، لأن حصلنا في دراسات موثوقة أن السكري التراكمي إذا كان أعلى من 7 احتمالية الجلطة الدماغية تكون جدا عارية مقارنة بأقل من 7. فيوم قلت أنت الجلطة الدماغية ممكن غلبها بشو؟ قوة الإرادة. قوة الإرادة، أنا بسيطر على السكري، أنا بسيطر على الضغط هذا. شكرا أيضا لحكومة دبي هنا أن المماشي اللي موجودة في الحدائق الفرجان كلها، حلقات الدراجات الهوائية التي تقام الآن حاليا في هذه المنطقة، في منطقة دبي، فهذه كلها سوف تساعد على وجود منظومة اجتماعية صحية أسرية راقية جدا. حتى دكتور الحين صايرة موضة، بتمشي في المول بتحصل لك لابسين جوت رياضة بتروع عقال وسايرين رادين. جميل، شو المشكلة؟ بالعكس ما في عيب الأمر هذا، شفناه في أوروبا، شفناه في كندا. صحتك ما حد بيفيدك، ما قوسين ما حد سوف يفيدك إذا أنت جلطة دماغية أو جلطة قلبية. نعم، وسوف تندم إذا هذا حدث. أتذكر دكتور قبل قلت لي على جملة أو كلمة فيها تختصر فيها مجموعة الأعراض، ما أتذكرها. ما شاء الله عليك، أنا قلت أسلوبك جميل اليوم، وقلت ما شاء الله أنك معد جدا، وما شاء الله ذاكرت قوية. جزاك الله خير. جميل، يعني ما عندي أعراض. ما عندك أعراض أبداً. فالنقطة هي أستاذ محمود كلمة عاجل. عاجل، عين ألف جيم لام. العين هي عسر في النطق أو الفهم، الألف هي اللي هي انحناء أو انحراف في الوجه، الجيم اللي هي جهة من الجسم ضعيفة، اللام هي لا تتأخر في طلب الإسعاف. فإذا شفت قدامك إنسان أو شخص أو قريب لديه مشكلة في النطق أو في الكلام، أو لا ما يسمع ما يفهم الكلام اللي تقوله، أو لديه ضعف في الجهة اليمين من جسمه أو اليسار، أو لديه انحراف في الوجه، لو سمحت بكل سرعة أخذ هذا الإنسان إلى أقرب مستوصف، أقرب مستشفى لاحتمالية إصابته بالجلطة الدماغية. تفضل. إذن عيدة، صعوبات في المشي، الفقد المفاجئ لأحد القوة في أحد الأجزاء سواء اليمين أو اليسار في الجسم، صعوبة النطق أو الكلام، الأعراض البصرية اللي هي خاصة بضعف الرؤية في إحدى العينين، وأيضا ممكن يكون في وصداع مفاجئ. أيضا صداع مفاجئ. طيب ممكن يصير في زواع، في كذا، في أنواع معينة من الجلطات الدماغية. يعني خلينا نتكلم على أنواع الجلطات، شو هي؟ جميل. أنواع الجلطات الدماغية تنقسم إذا بسطناها للجمهور المستمعين أعزائنا نوعين. النوع الأول اللي هي الجلطة الإقفارية أو الانسدادية، أن عندك أنت الشريان نهاية العابرة، هذه يسمونها، والدائمة، لا هاي دائما نتكلم عنها. فعندك الشريان ينسد به كثرة الدم أو كسرة الدم أو جلطة الدم، توصل إلى شريان صغير في الدماغ تسده، فتبتدي أعراض الجلطة الدماغية وتبتدي الخلايا الدماغ في الموت. النوع الثاني اللي هو أقل شيوعا اللي هي الجلطة النزيفية، أنه يكون عندك في شريان وينفجر هذا الشريان. أوكي. وهذا نوع خطير جدا، ويحس الإنسان عادة بغثيان وبترجيع وبصداع مفاجئ. هذه النوعين رئيسيين من الجلطات الدماغية. طيب دكتور، في مستشفى راشد يعني كانت لكم إنجازات في علاج مجموعة من الحالات الصعبة، وشهدنا وأطلقنا يعني الكثير من الأخبار حول هذا المجال. ياريت تحدثني عن الإمكانيات اللي موجودة عندكم في مستشفى راشد أولا، ثانيا عن أصعب الحالات اللي تم التطرق لها. جميل. قصة الجلطة الدماغية في مستشفى راشد بدأت في أوائل 2012، حيث استطاع مستشفى راشد، هي صحة دبي والطاقم الطبي المعالج، أن يوصلون للمستويات العالمية حقيقة في هذا المجال، أنه يعتبر الآن مرجع على مستوى المنطقة في هذا التخصص. تم علاج مئات الحالات من الجلطة الدماغية،
بإمكانيات مستشفى راشد الحالية. تم تدريب عدة طواقم طبية على مستوى المنطقة، تم زيارتنا من عمان، من البحرين، من السعودية، من الكويت، من قطر، من مصر، من لبنان، للاطلاع على تجربة مركز راشد ومستشفى راشد الجلطة الدماغية. في أكتوبر 2014 قبل بالضبط سنة وأربع شهور تم اعتماد مركز راشد كأول مركز للجلطة الدماغية معتمد بمعايير الاتحاد الأوروبي للجلطة الدماغية في خارج الاتحاد الأوروبي. احنا رقمنا 261 من 261 مركز موجودين في الاتحاد الأوروبي. احنا رقمنا 261 آخر مركز، يعني اليوم عقبنا مراكز هاي السنة، الآن يمكن وصلوا قريب 300 مركز. ممتاز. فهو المركز الوحيد. قبل ثلاث شهور تم اعتماد مستشفى العين بالتعاون مع هيئة صحة دبي ومبادرة الشرق الأوسط في اعتماد مركزهم بهذا الخصوص. طيب دكتور، علاج الجلطات الدماغية، علاج الجلطات الدماغية في الكلام اللي ذكرناه سابقا اللي هي منع مسببات الجلطة الدماغية، خلي الوقاية، العلاج في العلاج الحاد حقيقة خلال أول أربع ساعات اللي هي نسميها golden hour hours اللي هي الساعة الذهبية. إذا وصل المريض خلال أول أربع ساعات من أعراض الجلطة الدماغية، تذكر البنت المواطنة 34 سنة التي أصيبت، جابها زوجها اتصل خلال نفس الوقت دقيقة بالإسعاف، الإسعاف شلها، يابها خلال ربع ساعة في مستشفى راشد، تم التدخل السريع لها، في عنا مادة أو دواء نعطيه يسمى مذيب للجلطة الدماغية، يجب أن يكون تحت إشراف طبي فائق، تمريضي فائق، مع اللي هي الأشعة المقطعية والمغناطيسية التي تعمل. أيضا في دراسات حديثة راوت أن القسطرة الدماغية ممكن أنها تساعد في مجال الوقاية، العلاج السريع للجلطة الدماغية والتدخل السريع للجلطة الدماغية. طيب دكتور، في شغلة اسمها مبادرة ملائكة الجلطة الدماغية. كنا قبل اللقاء كنا نبغي نتحدث عنها، شو هي هذه؟ هذه ملخصها حقيقة، بسبب وجود أكثر من 20 مليون ضحية سنويا للجلطة الدماغية على مستوى العالم. كل سنة 20 مليون ضحية للجلطة الدماغية. 20 مليون وكم يتوفى منها دكتور، عندك أرقام؟ 300 يتوفون خلال أول أسبوعين. أوكي. والثلث الثاني يتوفى خلال أول سنة. أرقام رهيبة دكتور، أرقام رهيبة. توفي في الحرب العالمية الثانية مع مقدارها حوالي 45 مليون الجلطة الدماغية خلال ثلاث سنوات يموت بسببها اللي يتوفى في الحرب العالمية الثانية. فهذه المبادرة اللي هي مبادرة ملائكة رحمة الجلطة الدماغية حقيقة أنا شاركت فيها، هي العلم أنك توصل للناس يريد لإمكانيات كثيرة وسفر وكذا، فكان اتفاق اجتماعنا خمس اجتماعات مع الناس الكي فيجرز على مستوى العالم في الجلطة الدماغية. نتكلم عن بروفيسور بينيني، هذا رئيس الاتحاد الأوروبي للجلطة الدماغية، رئيس، وأيضا كان معنا رئيس الجمعية الألمانية للجلطة الدماغية بروفيسور ويرنر هاكي، كان معنا أيضا رئيس الجمعية البريطانية للجلطة الدماغية، رئيس الجمعية الأسترالية للجلطة الدماغية، ورئيس الاتحاد العالمي للجلطة الدماغية، ومحدث الدكتور سيل الوحيد من منطقة الشرق الأوسط اللي كنا في هذه الخمس اجتماعات. تم الاتفاق على وضع معايير عالمية على الإنترنت تحت موقع اسمه www.angelinitiative.com، مجاني تسجيل فيه، في جميع البروتوكولات والمعايير التي يمكن أن يطبعها الدكتور وين يكون في العالم، مع كت أو مع وسائل لتطبيق المعايير هذه، مع باوربوينت وفيديوهات مجانية موجودة يتم ينزلها. هذا الدكتور كان في أفريقيا أو في آسيا أو وين كان، ينزل هذه الأشياء يتدرب عليها في ويب سايت لينك إنه ممكن نعلمه كيف يستخدمها، أيضا لإنشاء مركز للجلطة الدماغية للتعامل مع مرضى الجلطة الدماغية. هذا عمل خير قاموا به ناس على مستوى العالم، لأن الفخر حقيقة أن دبي وهيئة صحة دبي شاركت بناس في هذه المبادرة. حاليا أعضاء الناس الذين تم
زيارتهم لهذا الموقع وتنزيل هذه البروتوكولات والكتس أو الماتيريز التعليمية التوضيحية فاق عشرات الآلاف. فالشكر الكبير حقيقة للناس القائمين على هذه مبادرة رحمة مبادرة ملائكة رحمة الجلطة الدماغية. ليش سميتوها ملائكة الرحمة للجلطة الدماغية؟ هي بالإنجليزي يركب الاسم عشان جاي أقول لك نترجمها ما نترجمها اسمها Angel Initiatives اوكي فور ستروك. فالملائكة دائما ملائكة رحمة فالرحمة احنا ما نخليها مع الملائكة فها كان اسمها. طيب دكتور عندي اقل من دقيقتين كلمة اخيرة تبغي توجهها موضوع معين السؤال هذا مفتوح اذا نسيت انا اي محور من المحاور ممكن انك انت تطرحها او تعطينا نصيحة عامة للجمهور. جميل جدا. خلال دقيقة الأولى وشيء أوجه الشكر لهيئة صحة دبي ومعالي حميد القطامي. حقيقة ما كنا بنوصل لهذا المستوى لولا دعم القائمين على هيئة صحة دبي لتطوير المنظومة الصحية في مجال الجلطة الدماغية على مستوى الهيئة. رسالة ثانية حقيقة إلى المجتمع، تذكر عاجل جدا مهم، لو لاحظت إنسان لديه ضعف في الوجه أو ضعف في أحد أجزاء الجسم أو عدم مقدرة على الكلام مفاجئ، اتصل في الإسعاف. إسعاف دبي لديهم الإمكانيات الكاملة في التعامل مع هذا الأمر. الرسالة الثالثة، صاحب الإرادة يغلب الجلطة الدماغية، صح ولا غلط؟ صحيح. عليكم بالمشي، عليكم بمراجعة طبيب الأسرة الخاص فيك إذا أنت كنت ساكن في منطقة ديرة أو بر دبي، عيادات صحية موجودة، عليكم بأخذ الأدوية لضغط الدم، للسكري، لأمراض القلب. أنتم ممكن أنكم تمنعون الجلطة الدماغية. دكتور سهيل أو مستشفى راشد ما بيكون متواجد 24 ساعة قريب من بيتك، ولكن أنت ممكن أنك تحافظ على حياتك بالطريقة الجميلة. جميل. وأيضا ضمن الاستراتيجية الجديدة لحكومة الإمارات أن تركز على سبل الوقاية قبل العلاج. فهني يا جماعة الخير حتى كذلك نوصيكم دائما بعمل الفحوصات اللازمة. هذه الفحوصات أيضا من خلال برنامج تأمين سعادة يعني واحدة من المتطلبات اللي لازم تصير لتجديد العضوية أو تجديد التأمين، لازم عليكم تدخلوا مجموعة من الاختبارات هذه أو الفحوصات هذه على أساس أنه بس نضمن سلامتكم. فدائما ما نقول الوقاية خير من العلاج. في نهاية حلقتنا حقيقة أتوجه بالشكر الجزيل للدكتور سهيل الركن استشاري أمراض المخ والأعصاب في مستشفى راشد على تواجده معنا خلال هذه الحلقة. شكرا جزيلا لك دكتور. تحياتي. الشكر كذلك لمخرجنا أيمن سرحيل وفي التنسيق سارة يوسف وتحيات قسم الإعلام بإدارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة الصحة بدبي. وهذه تحياتي، محدثكم محمود يوسف، وحتى نلتقي في الغد إن شاء الله نقول لكم دائما دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.